السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل الأخبار بأبرز العناوين. مصر مسيرات ليلية تنديدا بالانقلاب وتعزيزا لجمعة الشعب يحمي ثورته. الشيخ عبد الله العزام: الحوثيون اعتدوا على المساجد برازح وأخرجوا المصلين تحت قوة السلاح. مرحبا بكم. خرج آلاف المصريين في مسيرات ليلية كسرا لحظر التجوال وتنديدا بالانقلاب العسكري بعد يوم من المظاهرة الحاشدة التي عمت مختلف أنحاء مصر في جمعة الشعب يحمي ثورته. ففي حي المعادي جنوب القاهرة تظاهر الآلاف من معارضي الانقلاب للمطالبة بعودة الشرعية، ورفع المتظاهرون شعار رابعة العدوية ولافتات تندد بحكم العسكر وهتافات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي ومحاسبة المسؤولين عن قتل المعتصمين في رابع العدوية والنهضة. وفي منطقة بئر العبد في شمالي سيناء خرجت مسيرة ليلية كسرا لحظر التجوال. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن تظاهرات الجمعة اتسمت بالمشاركة الكبيرة والواسعة من مختلف فئات الشعب في جميع محافظات مصر 27. وأشاد بيان للتحالف بما وصفه بتحدي المتظاهرين لتهديدات من وصفهم بالانقلابيين، وقال إن المتظاهرين نجحوا بخروجهم السلمي المعتاد في كسر الصورة التي يريد قادة الانقلاب تصديرها للخارج وللداخل، بأن المتظاهرين يتبنون العنف ويحملون السلاح. فجر مجهولا نفسه في أحد أكبر شوارع العاصمة صنعاء، وتمزقت أشلاؤه في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وقال سكان محليون أن انتحاريا فجر نفسه في شارع الدائري بالعاصمة صنعاء، يعتقد أنه كان يرتدي حزاما ناسفا أو بصدد زرع قنبلة موقوتة في سيارة أحد ضباط الأمن السياسي الذي يعيش بالقرب من مكان التفجير. وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث وتحفظت على أشلائه ومسدس كان بحوزته، ولم تعلن الجهات المختصة حتى الآن عن هويته أو نتائج التحقيقات. قالت تقارير مرورية إن عدد ضحايا حوادث السير في شهر أغسطس الماضي بلغ 261 شخصا، فيما أصيب أكثر من 1300 آخرين بجروح، 800 منهم في حالة الخطر. وأوضح تقرير أعدته وزارة الداخلية بأن الشهر الماضي سجل ارتفاعا مخيفا في حالات الوفاة الناجمة عن حوادث السير مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه، والذي سجلت فيه وقوع 220 حالة وفاة. وذكرت الداخلية أن أكثر حوادث السير تقع ما بين نهاية شهر رمضان وخلال إجازة عيد الفطر. وبحسب تقرير المركز فإن شهر أغسطس الماضي شهد وقوع 860 حادثة سير في مختلف طرقات محافظات الجمهورية توزعت على النحو التالي: قال الشيخ عبد الله صغير العزام أحد مشايخ مديرية رازح إن الحوثيين اعتدوا أمس الجمعة على مساجد بمديرية رازح بصعدة وأخرجوا المصلين تحت قوة السلاح، متهما الحوثيين بممارسة أعمال إرهابية ضد أبناء المنطقة. وطالب العزام الدولة ممثلة برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها بمحافظة صعدة. دشنت جمعية
عام الجامعة التابعة للقرية حقنا، وقاموا بإخراج المصلين من الجامع والسطوع للجامع، وكانوا يحملون جميع أنواع الأسلحة، وأخرجوا المصلين من الجامع بقوة السلاح. قاموا بنهب محتويات الجامع من أجهزة ومكبرات للصوت وماطور كهرباء، وأغلقوا الجامع بالقفل، قفلوا الجامع، ولا يزال الجامع مغلق حتى الآن. معاناة المواطنين اضطهاد يجبوهم يوميا باسم الزكاة، باسم الضرائب، باسم لا باسم الذي خالفهم في كذا، يحبسوهم اعتقالات. دشنت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية فرع تعز اليوم مشروع المياه والإصحاح البيئي في حفل أقيم على قاعة سعيد للعلوم والثقافة. المشروع الذي سينفذ على مدى 18 شهرا بتمويل من منظمة اليونسف ويهدف إلى المساهمة الفعالة في حماية حياة أفراد المجتمع وبخاصة الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء ضمن 14 منطقة في المديريات المستهدفة في محافظة تعز، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز النظافة. وهذا المشروع بالذات والاهتمام بها والرعاية فإنها سوء عالمون. شهدت ساحة التغيير بمدينة الحديدة أمس حشودا كبيرة في جمعة دعا لها شباب الثورة، أطلقوا عليها جمعة أنقذ الحديدة من الكوارث البيئية. المشاركون في الجمعة دعوا إلى إقالة قيادة المحافظة التي لا تزال تدير شؤون المحافظة بعقلية الماضي بعيدا عن مسار التغيير التي شهدتها اليمن، وطالب الثوار الأجهزة المختصة بسرعة القبض على المخربين الذين يسعون لإفشال عملية التغيير وإحالتهم إلى الجهات المعنية لينالوا جزاءهم الرادع. وأكد الثوار إن تداعيات انهيار خدمات الصرف الصحي والمياه والنظافة والكهرباء سببها قيادة ضعيفة ومتواطئة مع الفاسدين والمخربين، مطالبين رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق سرعة إنقاذ الحديدة من تلوث بيئي يطال سكانها ويهدد حياة مئات الآلاف من سكان المدينة. تحت شعار القرآن الكريم عطاء وبناء، احتفل أبناء مديرية القناوص بمحافظة الحديدة بتخرج 30 حافظا للقرآن الكريم من مركز الفتح النموذجي وسط حضور كبير من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور. الحفاظ وألقيت في الحفل العديد من الكلمات المعبرة التي أشادت بدور مركز الفتح لتحفيظ القرآن الكريم في مواجهة الأمية، وكذا تحفيظ أبناء الريف التهامي كتاب الله الكريم وتجويده وتفسيره، بما يحقق غاية إيجاد جيل يمني قرآني محب لدينه ووطنه ومتسلح بالإيمان والعلم. كرم مركز الفاتح لتعليم القرآن الكريم برعاية مؤسسة سنان أبو لحوم الخيرية 20 حافظا لكتاب الله. وكان مركز الفتح أقام دورة صيفية استمرت لمدة شهر ونصف لحفظ ومراجعة القرآن الكريم، وشهدت إقبالا كبير من قبل الطلبة. وفي ختام الحفل قام مدير مؤسسة أبو لحوم وإدارة المركز بتكريم الحفاظ بجوائز مادية وعينية. مشاهدينا، قبل الختام نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار. مصر مسيرات ليلية تنديدا بالانقلاب وتعزيزا لجمعة الشعب يحمي ثورته. الشيخ عبد الله العزام: الحوثيون اعتدوا على المساجد برازح وأخرجوا المصلين تحت قوة السلاح. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الأخبار، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.